الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم عطاء الرحمن. مع حضراتكم دكتور حسام عبد الرحمن، استشاري امراض النساء والتوليد والحان المجهري ونظير البطن والرحم. يسعدنا استقبال اتصالاتكم في اي وقت اثناء الحلقه في اي موضوع يخص امراض النساء والتوليد، وان شاء الله نجاوبكم عليه. كما يسعدنا استقبال رسائل الاس ام اس اللي هنبدا ان شاء الله نجمعها ونجاوبكم عليها في الحلقات القادمة بإذن الله. حلقتنا النهاردة حلقة مش جديدة، لكن تكرار الأسئلة فيها، ويمكن معظم الناس حتى الآن بيتلخبطوا ما بين الوسائل المختلفة للإخصاب المساعد. يعني بص نلاقي برضو لغاية دلوقتي الناس مش فاهمة ايه الفرق بين اطفال الانابيب والتلقيح الصناعي. طب ايه الفرق بين التلقيح الصناعي والحقن المجهري؟ اللي فاهمين اكتر يقولوا لا. طب ايه الفرق ما بين الحقن المجهري واطفال الانابيب؟ لان دول خطواتهم تقريبا قريبه من بعض، فبيحصل لبس كتير قوي بين الناس. ويبقى مهم قوي ان احنا نشرح للناس يعني ايه حقن مجهري، يعني ايه اطفال انابيب اللي تقريبا ما بقتش تعمل دلوقتي اللي هي اطفال انابيب، يعني ايه تلقيح صناعي. دي كلها وسائل، او الثلاث وسائل دول بنسميهم وسائل الاخصاب المساعد اللي بنلجأ ليها لما بينفذ المخزون بتاعنا من الاسلحة اللي بناخدها في التشخيصات والفحوصات، ومحاولة ان السيدة يحصل لها حمل وبنفشل، لما بنلاقي ان السيدة عندها سبب يمنعها من الحمل الطبيعي او حمل الفراش، بنبدأ نلجأ لهذه الوسائل. زي مثلا لو السيدة عندها الأنابيب مسدودة ولا أمل في شفائها جراحيا، فالحمل مش هينفع إلا عن طريق وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد. لو الزوج الحيوانات المنوية بتاعته قليلة جدا ومفيش سبب لهذا الضعف في عدد الحيوانات المنوية أو في التشوهات اللي موجودة فيها، وخد علاج ووصلنا الى ان مش قادرين ان احنا نعمل تقدم معاه، فبنلجأ لوسيله من وسائل الاخصاب المساعد. لو السيده بتعاني من مشكله من المشاكل اللي بتؤثر على تكوين البويضه بشكل صحيح، او ان البويضه نفسها فيها مشكله بيمنع الحيوان المنوي من ان هو يخترقها بسهوله، زي لو عندها مشكلة في تكيس مبايض شرحناها قبل كده، عندها مشكلة في بطانة مهاجرة، عندها مشكلة في هرموناتها ومش عارفين نوصل لحل ليها، فبنبدأ نلجأ لعملية الإخصاب المساعد. لو حصل ان مفيش سبب واضح احنا شايفينه، مفيش سبب ظاهر لينا، عدم حدوث الحمل تأخر لسنين ما يقرب من 3 سنين أو أكثر، بنسميه عدم إنجاب غير مبرر أو غير معلوم السبب. هو مش ملوش سبب، هو ملوش سبب إحنا عارفينه، لأن إحنا برضو الأسباب اللي بنقدر نتوصل إليها حتى الآن تعتبر كشور بالنسبة للأسباب الحقيقية الفعلية اللي وراء تأخر الإنجاب. كل الحالات دي بنبدأ نلجأ لخطوات أخرى مساعدة بنسميها خطوات الإخصاب المساعد. بنبدأ نقول ناخد أول حاجة منهم التلقيح الصناعي. يمكن عايز حابب قبل ما نبدأ نقول إحنا بنعمل إيه في وسائل الإخصاب المساعد، يعني إزاي بنساعد السيدة أن يحصل لها حمل عن طريق تدخلنا إحنا بأشياء خارجية بأشياء صناعية. عايزين نعرف بس ونشوف ازاي احنا بيحصل حمل عادي، الحمل العادي خالص اللي بيحصل للسيدة بدون اي مساعدات، ايه الطريقة اللي بيحصل بيها الحمل الطبيعي، وبعدين نبدأ نشوف احنا بنعمل ايه بالوسائل المساعدة. يمكن احنا معانا فيديو رقم 1 هنشغله، هيظهر لنا صورة مبسطة كده لكيفية حدوث الحمل. احنا زي ما قلنا ان السيدة عشان تحمل لازم يكون عندها بويضة خارجة كويسة من المبيض. الفيديو شغال اهو. دي الحيوانات المنوية في رحلتها المضنية بقى، دخلت من المهبل وعنق الرحم، وبعدين دخلت الرحم،
ملايين من الحيوانات المنويه بتسبح بشكل تلقائي وسريع جدا تجاه هدف معين، تبدا بتخش من الفتحات بتاعه الانبوبه اللي موجوده داخل المبيض حتى تصل الى الانبوبتين. الانبوبه طبعا دي الاهداب بتاعه الانبوبه، في اهداب داخلها كده بيسبح برضو الحيوان المنوي باحثا عن مين بقى الكوين بتاعتنا الملكه اللي هي البويضه. ملايين من الحيوانات المنويه وبويضه واحده فقط شهريا بتخرجها السيده من المبيض بتاعها. البويضه دي تبقى في انتظار الحيوان المنوي في الثلث الخارجي من الانبوبه. ملايين من الحيوانات المنويه بيوصلوا لها، بيحاولوا يقتحموا اسوارها، بيحاولوا ان هم يدخلوا جواها. واحد بس زي ما احنا شفنا كده في سائل كده بينزل من الراس، في انزيمات بتكسر الجدار ويبدا يخترق هذه البويضه. مجرد ما الحيوان المنوي ما دخل هذه البويضه، البويضه بتعمل زي حاجز خلاص حوالين نفسها، ما حدش يخش تاني. الحيوان المنوي بيخترق البويضه ويبدا الماده الوراثيه اللي فيه تلتحم بالماده الوراثيه للبويضه ويحصل التزاوج او التلقيح، ويبدا يتكون البويضه الملقحه او اللي بنسميها الزيجوت، وتتوالى الانقسامات بقى كل ده وبيبقى داخل البويضه داخل الانبوبه بتاعت السيده. مع توالي الانقسامات شايفين بدات البويضه الملقحه دي تمشي داخل الانبوبه. الاهداب دي كانها يعني ريشه كده خفيفه جدا بتحرك الانبوبه في اتجاه الرحم. مجرد ما الانبوبه بتوصلها لغايه الرحم تقريبا على اليوم الخامس، اثناء توصيلها بيبقى في انقسامات متتاليه داخل هذه البويضه الملقحه لغايه ما توصل خلايا لعدد كبير جدا، بتتكاثر 2 4 8 16 وهكذا، يبدا يتكون البلاستوسيست اللي كنا شايفينه ده، وبعدين يحصل حاجه اسمها بيفقس. بيفقس البلاستوسيست ده يعني بعد ما وصلنا للانبوبه وبدا يتكاثر الخلايا جوه البويضه الملقحه، بتوصل هذه الخلايا الى مرحله بنسميها البلاستوسيست، عدد خلايا كبير جدا بيخش الرحم تقريبا على اليوم الخامس. وبعدين عايز هذا البويضه الملقحه او البلاستوسيست عايز ينغرس في بطانه الرحم عشان يحدث حمل. احنا ما بنسميش السيده حصل لها حمل بالخطوه اللي فاتت دي، لا، لازم بعد التلقيح والاخصاب لازم هذا الجنين ينغرس في بطانه الرحم، فيبدا يخرج من الغطاء بتاعه، وخروجه من الغطاء بتاعه ده بنسميه بالبلدي كده الفأس، كانه بالظبط كتكوت بيفأس من البيضه. فيخرج البلاستوسيست من داخل هذا الغطاء، ويمكن في حلقات تانية باذن الله نكمل لكم ازاي بيبدا يحصل انغماز لهذا البلاستوسيست او هذا الجنين داخل بطانه الرحم، وتبدا مراحل التكاثر والنمو المختلفه للجنين حتى يكتمل نهائيا. ده اللي بيحصل في الحمل العادي تماما اللي ما فيهوش مساعده خالص مننا، اللي ما فيهوش تدخل حاجه ربانيه تلقائيه يعني. الاخصاب المساعد، يمكن النقطه دي انا اثرتها قبل كده في اكتر من مره، احنا بنساعد الاخصاب نتيجه مشكله موجوده عند السيده او عند الرجل. ليه احنا بنقول ان الاشياء اللي بنعملها ديت بتبقى نسب نجاحها قليله؟ ما تصدقوش الكلام اللي بيقول احنا عندنا نسب نجاح 90% و80%، لا، نسب نجاح الاخصاب المساعد نسب قليله جدا. ليه؟ لانها حاجه صناعيه، حاجه الانسان بيعملها مش ربنا اللي عاملها، احنا بنحاول بيها ان احنا نغطي مشكله معينه، لكن نتيجه لقصور فهمنا عن طبيعه الحمل بتحصل زي حتى الان، طبيعة الحمل بتحصل ازاي، طبيعة استقبال بطانة الرحم للجنين دوت الممهد الممهدة لاستقبال هذا الجنين بتمهد ازاي، تأثيرتها بتبقى عاملة ازاي، الهرمونات اللي بتحكم فيها، حاجات كتيرة جدا ما نقدرش نقول ان احنا مسكنا بأطراف خيوطها كلها. فعشان كده بتبقى نسبة نجاح الحقن المجهري مثلا من 50 لـ60%، نسبة نجاح التلقيح الصناعي 15%، نسب نجاح ضعيفة جدا. ليه؟ لأني أنا بتدخل
صناعيا، انا بعمل حاجه مش ربانيه. ويمكن كل فتره من الفترات لما بنكتشف خطا في خطوه معينه من الخطوات اللي بنعملها، او بنكتشف حدث جديد او شيء جديد بنضيفه على هذه العمليه الصناعيه اللي احنا بنعملها، بتبدا تزيد نسب النجاح خطوه بخطوه، بتبدا تزداد. لكن حتى الان النسب ما زالت في الحدود القليله اللي انا ذكرتها لحضراتكم دلوقتي. بالنسبه للتلقيح الصناعي اللي هو اول حاجه من الحاجات اللي ممكن نستخدمها كخصاب مساعد، بنستخدمه في الحالات اللي فيها حاجه اسمها عدم انجاب غير مبرر. يعني السيده والسيد تحاليلهم كويسه، الست عملت الاشعه بالصبغه الانابيب سالكه وكويسه خالص، عملت منظار كل حاجه حلوه، بقى لهم فتره بياخدوا متابعات وفحوصات وتنشيطات، وراحت هنا وراحت هنا، ومفيش سبب واضح يقول لنا ان هذه السيده عندها مشكله بعينها، او ان هذا الرجل عنده مشكله بعينها، فبنبدا نلجا للتلقيح الصناعي. في معظم الاحيان بنقول ان الاسباب الغير معلومه دي ممكن بتعزى الى عدم قدره الحيوان المنوي على اختراق البويضه دي. هو مفيش حاجه معينه نقدر نعرفها، يعني مفيش اختبار معين او شيء معين نقدر نعرف بيه الخواص دي. لو ان الاطباء المعامل حاولوا في حاجات كثيره خاصه بكيفيه الكشف عن الحيوان المنوي وقدرته على اخصاب هذه البويضه بتحاليل العاديه اللي احنا بنشوفها، الحركه بتاعت الحيوان المنوي، الحيويه بتاعته، الحاجه اسمها دي ان اي فراجمنتيشن تيست، وبعد كده حاجات تانية، البيكسي، شويه حاجات كده معينه بيحاولوا يكتشفوا بيها مين الحيوان المنوي اللي قادر على اختراق البويضه. لكن برضو الحاجات دي ممكن تؤدي الى في النهايه الى الفشل، وان احنا ما نقدرش نعرف بالظبط هل الحيوان المنوي ده قادر على اختراق هذه البويضه ولا مش قادر على اختراقها. حاجات تانية بتبقى خاصه بالبويضه نفسها، مستقبلات البويضه اللي موجوده دي، استقبال الحيوان المنوي دوت ايه الحاجات اللي بتؤثر فيها عشان تستقبل هذا الحيوان المنوي. زي ما قلنا دي اشياء بنسميها اشياء غير مبرره او غير معلومه السبب، بنحط بقى تحتها بقى ايه، او الاطباء والعلماء يبقى يحطوا نظريات كتيره جدا لغايه ما نبدا نكتشف خطوه بخطوه بخطوه، حاجه بحاجه، ونبدا نضيفها للحاجه اللي بنعملها دي عشان تحسن من النتيجه وتعلي من نسب النجاح. التلقيح الصناعي باختصار كده هو حاجه بتشابه الطبيعه بالظبط. يعني احنا كل الموضوع ان احنا السيده بنعمل لها تنشيط زي التنشيط العادي اللي بنعمله في الدورات العاديه للسيدات اللي بننشط لها التبويض، وزي ما قلنا ان تنشيط التبويض ده لازم يبقى يتابع عن طريق الاشعه المهبليه، ما ينفعش اعمل تنشيط تبويض عن طريق اشعه من على البطن. يعني بيجي لنا كتير قوي انا كنت بنشط تبويض مع الدكتوره الفلانيه او الدكتور الفلاني، غالبا بتبقى الدكتوره الفلانيه، مش هنتحامل على الاطباء السيدات، في منهم ناس اطباء اجلاء وعلمهم غزير. يعني بتابع مع الدكتور الفلاني او الدكتوره الفلانيه، وطب كان عمل لك اشعه مهبليه، او لما انا اجي اتابع واعمل اشعه مهبليه تبقى مستغربه ليه ده انا اول مره اعملها كده، انا بعمل المتابعه عن طريق البطن. لا، لابد من عمل اشعه مهبليه لكي استطيع ان انا اعمل متابعه تبويض عشان اقدر اشوف انا ما بشوفش البويضه، انا بشوف الكيس اللي بيحمل هذه البويضه. ابدا اعمل متابعه التبويض ديت وبالتنشيط للسيده، و عن طريق التحليل الاي 2، الاي 2 ده بيدينا دلاله على نمو البويضه بيبقى عامل ازاي داخل الكيس دوت. لما توصل السيده لمرحله معينه من حجم الاكياس او الكيس اللي موجود جواها اللي جوه المبيض 18 مللي فاكثر، بنبدا ندي حاجه اسمها حقن التفجير. حقن التفجير دي طبعا الناس بيتخضوا اول ما نقول لهم الحقن دي تفجيريه عشان تخرج البويضه، بيقولوا لنا يا خبر ابيض حقن تفجيريه، انت هتفجرنا يا دكتور. يا جماعه هذه الحقن التفجيريه دي كل اللي بتعمله ان هي بتساعد ما يحدث في الطبيعه، يعني السيده بتنفجر
داخلها الاكياس او الكيس داخل المبيض شهريا، كيس بينفجر، وهذا الانفجار يؤدي الى خروج بويضة اللي كانت ساكنة جوه الكيس دوت، فتلتقطها الاهداب بتاعة الانبوبة ويبدأ تنتظر الحيوان المنوي في التلت الاخير من الانبوبة عشان يحصل التلقيح ويحصل الاخصاب. فيبقى ال 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 الحقن التفجيرية دي اسمها كده، ما تتخضوش منها ولا حاجة. بندي الحقن التفجيرية ديت، وبعد 24 ساعة بالظبط نبدأ عملية التلقيح الصناعي اللي هي عبارة عن ايه؟ الزوج والزوجة بيروحوا مركز الخصوبة او مركز الاخصاب المساعد، ويتاخد عينة من الزوج زي العينة اللي بيديها بالظبط اثناء التحليل السائل المنوي. العينة دي بياخدوها اطباء المعمل، مش طبيب النساء، اطباء المعمل داخل وحدة الاخصاب المساعد، ويبدأ يتعامل مع السائل المنوي ده، لان احنا من ضمن الاسباب اللي بنعمل ليها تلقيح صناعي ان يكون الحيوانات المنوية للزوج عددها قليل او حركتها ضعيفة، بس مش قليل قوي. يعني ما ينفعش يبقى الزوج عنده 2 مليون ولا 3 مليون ولا 4 مليون ونبدأ نعمل له تلقيح صناعي، ده هيبقى عدد قليل جدا او نسبة تشوهات عالية جدا فنبدأ نعمل له تلقيح صناعي. لا، ده بنلجأ ليه لوسائل اخرى من وسائل الاخصاب المساعد. فنبدأ ناخد الحيوان السائل المنوي دوت، ودكتور المعمل يبدأ يعمل له شوية حركات كده معملية ويدخله في جهاز سنترفيوج، وبعدين يحط له سوائل معينة بتغذي هذه الحيوانات المنوية، وبعدين يبدأ ينقي أجود هذه الحيوانات المنوية وأقواها وأسرعها ويحطها في سرنجة كده، وبعدين يديها لدكتور النساء اللي بدوره دكتور النساء يقوم واخد هذه الحيوانات المنوية اللي موجودة داخل السائل اللي موجود في السرنجة، ويعمل له إدخال داخل رحم السيدة فقط لا غير، ويسيب بقية العملية تمشي طبيعيا تلقائيا. يعني أنا مجرد بنقل الحيوانات المنوية من المهبل، بدل ما تبقى عن طريق الجماع وتبقى تخش من المهبل وبعدين عنق الرحم وبعدين توصل للرحم، لا، أنا بوديها مباشرة إلى الرحم، بالإضافة لإني بعالجها معمليا، فأبدأ أزود من قدرتها الحركية وأقلل من نسبة التشوهات بإن أنا أحاول أختار الحيوانات المنوية اللي ما فيهاش تشوهات، وإن أنا أحطها في محاليل بتغذيها، فأبدأ أخلي الحيوانات المنوية دي جيدة وقوية، وتبدأ هي الحيوانات المنوية تبدأ هذا السائل اللي أنا عملت له حقن داخل الرحم تبدأ يكمل خطوات بالظبط كأن ده جماع، ووصلت الحيوانات المنوية لهذه المرحلة انها داخلة بقى الرحم وداخلة في الانابيب وتكمل الطريق زي ما شفنا في الفيديو. فانا في التلقيح الصناعي ما بتدخلش بشكل كبير، نسبة التدخل فيه قليلة ونسبة نجاحه قليلة، تتراوح ما بين 15% لـ 20%. طب انا التلقيح الصناعي ده هل انا اعمله شهر واحد وخلاص على كده، ولا انا ممكن ان انا اكرره؟ والله هو التلقيح الصناعي بيبقى خطوة استباقية لاني ادخل على اطفال الانابيب او الحيوان المجهري، لان هو اصلا مش مكلف، وزي ما قلنا الموضوع بسيط شوية وبيجيب نتائج مع حالات كثيرة، خصوصا لو انا مختار السيدة صح. يعني ما يبقاش انا عندي سيدة عندها الانابيب مسدودة واعمل لها تلقيح صناعي، ما احنا قلنا ان الموضوع كله يشابه الطبيعة، انا بحن الحيوانات المنوية داخل الرحم، هتيجي داخل الانابيب هتلاقيها مسدودة، يبقى هذا لا يصلح له. يعني لما اختار تملي كده في وسائل الاخصاب المساعد، ويمكن في علاجنا كله لتاخر الانجاب، الاختيار الصحيح لبروتوكول العلاج للسيده لازم احطه في ذهني، لانه بيبقى عليه 90% من نجاح الخطوات، ان هذه السيده ينفع ليها هذا التدخل او هذه التقنيه، هذه السيده ما ينفعش ليها نفس التقنيه. فيجوا قرايب بقى، وواحده ساكنه قصاد واحده، واحده ساكنه جنبها، وهما بيتكلموا في الشباك مع بعض، لا ده انا رحت للدكتور الفلاني وعمل لي كذا وحملت على طول. فانت روحي للدكتور بتاعك قولي له انا عايز اعمل كذا، واخد الاقراص الحمراء دي والنص التاني بتاعها ابيض قبل الدوره بكذا، واوعي تخليه ما يديكيش الحقنه الفلانيه، واوعي كذا كذا. فبتيجي السيده مهيئه نفسيا ان هي عايزه حاجات معينه، بنت خالتها ولا بنت عمتها ولا الجاره اللي قصادها خدتها فحملت، فتبدا عايزه تمشي زيها بالظبط.
كل سيدة ليها البروتوكول العلاجي الخاص بيها اللي ما ينفعش يتاخد لحد تاني، وكل سيدة عندها المشاكل الصحية اللي خاصة بيها، دي عندها بطانة رحم مهاجرة جارتها اللي قصادها ديت ما عندهاش، عندها تكيس مبايض، عندها مشكلة الزوج بتاعها يختلف تحليله عن تحليل زوج الجارة وهكذا. فاختيار البروتوكول العلاجي خطوة مهمة جدا للسيدة. فأنا اخترت البروتوكول العلاجي الصحيح، وأن السيدة دي ينفع أن أنا أعمل لها تلقيح صناعي، لكن التلقيح الصناعي دوت أكرره قد إيه؟ أقعد أكرره دورة 2-6 شهور، يعني هو بيقرر 3 دورات متتالية. لو فشل هذا التلقيح الصناعي نبدأ نخش على المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب. يمكن الحقن المجهري وأطفال الأنابيب متشابهين تماما في كل شيء إلا في خطوة واحدة هنشرحها لكم دلوقتي. احنا بنلجأ زي ما قلنا الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب لما بيفشل التلقيح الصناعي. هنطلع فاصل ونشوفكم بعد الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. وقفنا عن وسائل الإخصاب المساعد غير التلقيح الصناعي، يعني الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. أنت بنلجأ للحقن المجهري وأطفال الأنابيب أول حاجة لو التلقيح الصناعي فشل بالدواعي بتاعته، يعني تلقيح صناعي بالدواعي بأسباب اللي بنعمل فيها تلقيح صناعي كررناه 3 مرات وفشل، فنبدأ نخش على الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب. طب هل ممكن ننتقل ونسيب موضوع التلقيح الصناعي ونخش مباشرة للحقن المجهري؟ ممكن. في بعض السيدات بتقول لا أنا مش عايزة أعمل تجربة التلقيح الصناعي، خصوصا أن نسبة نجاحها أقل من نسبة نجاح الحقن المجهري، فأنا عايزة أعمل حقن مجهري على طول، مفيش مشكلة. دي حاجة. الحاجة التانية، الحاجات اللي ما ينفعش التلقيح الصناعي يعملها زي إيه؟ زي سيدة والأنابيب بتاعتها مسدودة، ده لازم حقن مجهري أو أطفال أنابيب. الزوج حيوانات المنوية بتاعته قليلة جدا، ما ينفعش أعمل معاه تلقيح صناعي، نفس الكلام. أو الزوج ما عندوش حيوانات منوية خالص حيوانات منوية خالص، أنا ممكن أعمل له حقن مجهري. ممكن يتعمل حقن مجهري لو خدنا عينة من الخصية والعينة بتاعت الخصية وضحت لنا إن في حيوانات منوية ممكن أستخدمها في عمليات الحقن المجهري. ايه الفرق بقى بين الحقن المجهري والتلقيح والاطفال الانابيب؟ يمكن الخطوات احنا شرحناها قبل كده، لكن باختصار الحقن المجهري واطفال الانابيب خطواتهم كلها واحده، فاحنا هنتكلم على الخطوات الحقن المجهري ونيجي في نقطه الاختلاف ونقول ان احنا بنعمل كذا في الحقن المجهري، لا بنعمل كذا في اطفال الانابيب. احنا طبعا زي ما قلنا بنقي السيده الكويسه اللي تناسب بروتوكول علاجي معين، ونبدأ نعمل لها تنشيط للتبويض، مش تنشيط عادي بقى، لا ده تنشيط هائل للتبويض، يعني ممكن السيدة توصل ان هي تاخد في اخر الكورس كده ل 30-40 حقنة مثلا او اكتر من حقن التنشيط. لازم ابقى عناية على الهرمونات بتاعت السيدة دي عشان اتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة التنشيط الزائد دوت. بوصل البويضات لمرحلة معينة اللي هي بتبقى جوه الأكياس، أنا مش شايفها لكن شايف الأكياس. برضو لما يبقى عندي أكتر من 4-5 أكياس فوق ال 18 ملي أبدأ أدي حقن التفجيرية، وبعد 36 ساعة بالظبط أبدأ أعمل عملية السحب. يمكن الحقن التفجيرية هنا لما باخدها في السيدة ديت أنا ما بديش حقن تفجيرية عشان أعمل تفجير لهذه الأكياس، وإلا يبقى أنا ما قدرتش احصل على البويضات اللي انا عايزها عن طريق عمليه السحب اللي هعملها. لا، هي الحقن هنا بتبقى حقن ممكن نسميها حقن نضوجيه، بتعمل على نضوج هذه البويضات. فابدا اسحب البويضات دي بعد ما ادي الحقن دي ب 36 ساعه وبيكون جاهز ليا الحيوانات المنويه اللي ببدا بيها اعمل بيها عمليات الحقن. الحيوانات المنوية اللي بعمل بيها الحقن دي طبعا احنا بناخدها عن طريق اما حاجة زي تحليل السائل المنوي كده، والدكتور المعمل بيبدأ يتعامل معاه
او باخدها عن طريق عينه من الخصيه لو الزوج ما عندوش حيوانات منويه. طيب لو انا بعمل عمليه اطفال انابيب في هذه المرحله، اطفال الانابيب عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بجيب البويضات اللي انا سحبتها دي، باخد كل بويضه واحط عليها مجموعه من الحيوانات المنويه ما يقرب من 100,000 حيوان منوي، واسيبهم لوحديهم كده، بويضه معاها حيوانات منويه، بويضه معاها حيوانات منويه، واسيبهم للاخصاب التلقائي، ان الحيوان المنوي يبدا يدخل داخل البويضه لوحده تلقائيا من غير ما اساعده. طب الحيوان المجهري؟ لا، الحيوان المجهري انا اخد هذه البويضه واجيب حيوان منوي واحد فقط عن طريق جهاز معين ان شاء الله لو في العمر بقيه الاسبوع الجاي هوريكم الفيديوهات بتاعتها، ابدا احقن هذا الحيوان المنوي داخل البويضه اللي عندي ديت. عندي كذا بويضه، يعني عندي اكتر من 6 7 8 10 12 زي ما الست ما مطلعه، كل حيوان منوي احقنه جوه البويضه، كل حيوان منوي احقنه جوه البويضه. هي دي النقطه الوحيده اللي فيها اختلاف ما بين الاطفال الانابيب وما بين الحيوان المجهري. سموه حيوان مجهري لان انا بحقن الحيوان المنوي داخل البويضه تحت المجهر، تحت الميكروسكوب، فسموه حيوان مجهري. وسموا تاني اطفال انابيب لاني باخد البويضه واحط عليها حيوانات منويه في انبوبه، هو المفروض بيتحط في طبق يعني كده ونقطه، بس هو يعني مجازا كده في انبوبه بحط حيوان منوي بويضه معاها مجموعه من الحيوانات المنويه لا يقل عن مثلا 100,000 حيوان منوي. في حاله اطفال انابيب ما ينفعش ان انا بقى اخد الزوج اللي ما عندوش حيوانات منويه خالص، مش هينفع، او الزوج اللي حيوانات المنويه بتاعته قليله برضو، العدد القليل ده مش هينفع ان هو نعمل بيه الحقن، لازم الحقن المجهري، ما ينفعش ان انا احطه مع بويضه والعدد قليل مش هيخترق البويضه. طب هل في نتائج افضل من نتائج، يعني نتائج الحقن المجهري افضل من نتائج اطفال الانابيب؟ هو لما نيجي نفكر فيها كده المفروض ان اطفال الانابيب افضل من الحقن المجهري. ليه افضل من الحقن المجهري؟ لان في نقطه او في خطوه بتحصل انا ما بتدخلش فيها كانسان، انا كل ما اشيل ايدي من تدخل في حاجه ربنا سبحانه وتعالى عاملها كل ما النتائج بتاعتي تبقى احسن، لاني بسيب الخطوه دي اللي ربنا عاملها بالفطره داخل الحيوان المنوي وداخل البويضه، بسيبهم يتعاملوا مع بعض ان اني حيوان منوي البويضه تنقيه اللي يخش ويعمل تلقيح، هي بتنقي الحيوان المنوي 100,000 حواليها البويضه بتنقي واحد فيهم، فكونها هي اللي تنقيه مش انا اللي انقلها، ده بيختلف في النتائج، لان منقيه واحد ليه كود معين، ليه شفره معينه يناسبها، غير لما انا احط لها المعلقه جوه بقها كده اقول لها خدي الدواء ده بالعافيه، ادخل لها الحيوان المنوي غصب عنها، ممكن تكون مش عايزاه، ممكن تكون يعني مش مستلطفه دمه، يعني ما برضه في قبول اكيد في المواضيع دي. فيفشل لو هي مش مهيئه لهذا الحيوان المنوي اللي انا دخلته غصب عنها، يفشل. طب انا عندي بارامترز او اشارات وعلامات تقول لي ان هذا الحيوان المنوي هتتقبله البويضه؟ لا، كلها بارامترز خارجيه، شكله كويس شيك كده وجميل وامور ومش عارف شعره عامل ازاي ومسبسب وكده، دي كلها بارامترز شكليه خارجيه، لكن الكينونه بتاعته ايه؟ الدي ان بتاعه اخباره ايه وشكله ايه وهتستقبله ولا لا بشكل كويس، ده كله معرفوش، فبتبقى النتائج بتاعته اعلى شويه. يمكن الوقت عدى بسرعه، ان شاء الله في الحلقات الجايه لو في العمر بقيه هنكمل موضوع الحقن المجهري ونكمل لكم الفيديوهات اللي احنا ما شفناهاش. الى ان القاكم اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.